السلام عليكم. اليوم رح نعرض الدرس الثالث من مادة الحاسوب بالصف التاسع اللي هي تعامل مع الأوراق. تعرفنا يا تاسع انه انا اول ما افتح برنامج الاكسل بنشئ لي مصنف جديد. هذا المصنف بيحتوي على العدد الافتراضي من الأوراق واللي هم ثلاثة أوراق. هون بظهر عندي ورقة واحد، ورقة اثنين، ورقة ثلاثة. طيب لو انا بدي اول ما افتح البرنامج يظهر لي اكثر من ثلاثة أوراق، بدي اغير العدد، يكون اول ما افتح البرنامج مثلا يظهر لي خمس أوراق، فرح أتبع هذه الخطوات لحتى أغير العدد الافتراضي. أول خطوة بنتقل للائحة ملف. من لائحة ملف بختار الأمر خيارات. إذا من ملف خيارات بظهر عندي صندوق حوار خيارات إكسل، بعدل منه عدد الأوراق. هاي هون الأوراق، عدد الأوراق لو عملتهم خمس أوراق واخترت الأمر موافق. طيب ما لاحظت أي تغيير، بغلق البرنامج، برجع بفتح برنامج الإكسل من مجموعة مايكروسوفت. هاي بلاحظ إنه أنشأ لي على خمس أوراق. طيب رح نتعرف اليوم كيف رح نتعامل مع هاي الأوراق. ممكن أول شغلة بعد ما إني أنا هاي غيرت عدد التلقائي الأوراق العمل، الشغلة الثانية اللي ممكن إني أعملها إني أعيد تسمية هاي الورقة. أكيد إذا أنا بدي أدخل كمية كبيرة من البيانات بدي أحدد كل ورقة على إيش بتحتوي. فمثلا لو بدي أدخل بيانات طلاب بدي أميز كل ورقة ترتبط بأي صف. فمثلا لو إجيت على الورقة واحد بدي أغير اسمها، بيتم من خلال أول خطوة بدي أعملها هي أنقر نقر مزدوج على هاي الورقة على اسمها. بنقر نقر مزدوج، بعدها بغير اسمها مباشرة، يحدد لي إياها بغير اسمها. فمثلا لو عملتها هون الصف التاسع غير لي اسمها مباشرة، بس بضغط انتر انهينا عملية التحرير. هاي ورقة 2 لو بدي اغير اسمها بنقر نقر مزدوج، نقرتين متتاليات على الفأرة. هاي نقر مزدوج، حدد لي اياها الصف الثامن، انتر، بغير لي اسم الورقة. طيب من الامور اللي كمان ممكن اجريها على اوراق العمل اللي هي ادراج ورقة عمل. كيف بدي ادرج ورقة عمل؟ ادراج ورقة عمل بختار ورقة العمل اللي بدي ادرج ورقة عمل قبلها. فمثلا انا بدي ادرج ورقة عمل قبل ورقة العمل الصف الثامن، بنقر عليها بزر الفأرة الايمن، تظهر عندي قائمة بختار منها امر ادراج ورقة عمل موافق، فبدرج لي ورقة عمل. هاي عددها ورقة 6. طيب لو بدي احذف هاي الورقة، انا دخلت فيها بيانات وبدي احذفها، بدي احذف هاي الورقة، بيتم اني انقر عليها بزر الفأرة الايمن. بنقر عليها بزر الفأرة الايمن، بظهر عندي قائمة بختار الامر حذف، بتأكد مني بصندوق الحوار انه انا بدي احذفها. اذا بدي احذفها على الاكيد بختار الامر حذف، فانحذفت عندي هاي الورقة. طيب الامور الثانية اللي ممكن كمان اجريها اني اعمل نسخ لورقة العمل او انقلها. طبعا عملية نقل أوراق العمل يعني إني أعيد ترتيبها، أغير مكانها، أما نسخ ورقة العمل إني أنشئ منها نسخة ثانية، يعني يكون عندي نسختين من ورقة العمل. فحتى لأعمل نقل أو نسخ بتبع الخطوات التالية. أول إشي بنقر بزر الفأرة الأيمن على الورقة اللي بدي أنقلها، لأنه لو بدي أنقل الورقة اللي عنوانها الصف التاسع بنقر عليها بزر الفأرة الأيمن، بعدها بختار أمر نقل أو نسخ. اخترت الأمر نقل أو نسخ، بظهر عندي صندوق حوار نقل أو نسخ. هذا صندوق الحوار هيو اسمه نقل أو نسخ، بحدد منه أمور عدة. أول إشي اسم المصنف اللي بدي أنقله أو أنسخ لإله، فهون أنا بدي بنفس المصنف، اخترت نفسه اسمه هو. الأمر الثاني إني بحدد اسم الورقة اللي بدي أنقل ورقة العمل قبلها، يعني أنا بدي الصف التاسع تصير قبل الورقة ورقة عمل 4، فبختار ورقة عمل 4. إذا بدي إياها تكون قبل ورقة عمل 5 بنقر على ورقة عمل 5. إذا بدي أحركها للنهاية بختار للنهاية. طيب نجرب ننقلها تكون قبل ورقة عمل 4، هي اخترت ورقة عمل 4 موافق، يعني بنلاحظ هاي ورقة عمل 4 وهي ورقة الصف التاسع. طب لو بدي أنشئ نسخة ثانية يكون عندي نسختين من ورقة عمل الصف التاسع، بنقر عليها بزر الفأرة الأيمن، بختار الأمر نقل أو نسخ، بعدها بختار الأمر إنشاء نسخة. هاي هون شايفين بعمل عليها تشيك صح لحتى ينشئ لي منها نسخة،
بعدها بختار الورقة اللي بدي ينشئ لي مكانها، مثلا بدي اياها تكون بالنهاية، بختار الامر موافق. طيب لاحظ صار عندي ورقة عمل الصف التاسع 2، يعني تكررت عندي ورقة العمل. طيب لحتى يكون شغلي مرتب ومنظم على اكسل، على برنامج اكسل، ممكن اني اعمل على تمييز كل ورقة عمل تبويبات بلون، يعني مش اني يلون لي ورقة العمل هون هذا الجدول، لا بيلون التبويب هون. طيب نتبع الخطوات، تغيير لون الورقة لحتى نشوف شو تأثيرها. لو اجيت على ورقة عمل الصف التاسع، نقرت بزر الفأر الايمن واخترت امر لون علامة التبويب، اخترت امر لون علامة التبويب، اخترنا اللون الاحمر، هيتغير عندي لون التبويب. طيب لو اجيت لورقة عمل الصف الثامن، زر الفأر الايمن، ظهرت عندي قائمة، بختار لون علامة التبويب، لون علامة التبويب، اخترت اللون، فهي بتتميز عندي كل ورقة عمل بلون مختلف. هيك بيكون انتهى بالدرس بالنسبة لنا، وان شاء الله نكون واضح. يعطيكم العافية.